جنوب سيناء مدينة رباط. أستاذ نبيل صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. الله بس عليك. تحية ليك والطاقم التقني والناس كذلك ديال الجنوب المغرب وخصوصا نازل أكادير. شكرا سي نبيل الله يجازيك بخير. أستاذ تحدثنا وشفنا بأن واحد الرقم يعني ما لا يشرف لبلد في هذه الشواطئ كلها 9 كيلو ديال الحوت في العام لكل شخص، نسبة قليلة جدا. لا شفنا الأهمية ديال الحوت والوفرة اللي كاينة في الأسواق ديالنا تبارك الله. نعم، فقلنا بان للاسف الاستهلاك يعني ديالنا ديال الحوت هو استهلاك قليل جدا. هنا نبغي نرجع لواحد النقطه الاخرى جليله، هو ان الاغلبيه ديال الناس يعني تنقصوا من القيمه ديال بعض انواع السمك. وعلى سبيل المثال يعني فناخذ السردين مثلا، فالاغلبيه ديال الناس يعني يجي السردين تيضموا بانه ما عندوش قيمه غذائيه اللي هي ربما جيده، وبالتالي ف يعني يحتمل تيكون مثلا انواع اخرى بالسمك يعني الثمن ديالها مرتفع ربما، وتيكون يعني السردين بثمن اللي هو معقول، فما تيزعموش انهم ياخذوا السردين. وهنا تنبغي نشير لواحد النقطه كذلك اللي هي نقطه مهمه. ف صحيح ان كاين بعض الاحيان تيكون ثمن الاثمنه ديال السمك يعني مرتفعه، ولكن يعني مقارنه مع اللحوم الاخرى تتبقى دائما الاثمنه اللي هي منخفضه. فيعني ملي تناخذوا مثلا السردين تيوصل 300 ريال او لا توصل 20 درهم، وتنشوفوا بان الدجاج يعني الابيض كذلك بعض الاحيان توصل الثمن ديالو 20 درهم. نعم 20 22 28 24 درهم بعض المرات. فتحصل دائما الدجاج على السمك، يعني واخا ان السمك دائما يعني تيبقى الثمن ديالو هو اقل من 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 الدجاج او من اللحوم الاخرى. وبالتالي يعني خصنا نعرفوا بان الاستهلاك يعني ديال السمك هو كيف ما قلنا يوم امس انه اصبح ضروره ملحه مقارنه الطبيعه ديال اللحوم الاخرى اللي ما بقاتش جيده جدا. وبالتالي فالاستهلاك ديال السمك هو استهلاك مهم. فتحدثنا يوم امس انا قلنا بان كاين هناك ثلاث اصناف ديال السمك يعني فيما يخص الجانب ديال الدهنيات. قلنا بان كاين هناك السمك اللي قليل الدسم، كاين هناك السمك اللي فيه دسم بنسبه معتدله، وكاين هناك السمك اللي هو غني بالدسم. فغنعطي بعض الامثله يعني ديال السمك مثلا اللي هو في ما يعرف لو بواسون ميغ او السمك اللي فيه نسبه قليله من الدسم، واللي تتراوح ما بين 0.5 حتى 4% من 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 الدهنيات. فهنا كاين الميرلان يعني الميرلان اللي كاين السول هو كذلك اللي هو قليل فيما يخص الجانب ديال الدهنيات. كاين هناك اللي ما يعرف بالرايه اللي تنعرفوها بالاسم اللي هي غنينه قليله فيما يخص الجانب ديال الدهنيات. ف كاين هناك السمك اللي تيكون بعض الاحيان الثمن ديالو مرتفع بحال سان بيير الى اخره، فهو كذلك الثمن ديالو اللي هو النسبه الدهنيات كذلك هي نسبه قليله. فانا بغيت نعطي غير الانواع الاسماك اللي هي تستهلك بشكل كبير. اللي فيه النسبة ديال الدهنيات معتدلة ما بين 4 حتى 10%. فكيف ما قلنا امس كاين هناك السردين، يعني السردين فهو تيدخل في هذه الخانة هذه. كاين بطبيعة الحال كاين هناك الماكرو بالنسبة للناس اللي شافوا الماكرو ما بين الأسماك اللي هي الدهنية. شحال الفرق ما بين القليل الدسم أستاذ والمعتدل الدسم؟ قلت لنا الأول فيه ما بين 0.5 حتى 0.8 ديال الدسم. هناك الطون وكاين هناك الصومو، يعني الصومو اللي هو غني بالدهنيات والطون كذلك هو غني بالدهنيات، ولكن هذا ما تيمنعش. يعني النقطة اللي بغيت نشير لها هو أن الاستهلاك ديال الأسماك اللي هي غنية بالدهنيات هو ربما غيكون أفضل وأحسن من استهلاك الأسماك اللي ما فيهاش الدهنيات، لأن الدهنيات ديال الأسماك اللي هي الأوميغا 3 هي دهنيات مفيدة ودهنيات اللي هي جيدة. وكاين هناك مثلا الدهنيات هو اقل دسم من هذيك الهبره ديال اللحم اللي تنشوفوا حنا انا ما فيهاش دهنيات، انا ما فيهاش دسم. لماذا؟ لان الطبيعه، لان هذا هو الغلط ربما الكبير اللي كاين عند الناس، هو ان يعني خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين او للناس اللي تعانيوا من ارتفاع في نسبه الكوليسترول، فغير تسمعوا ان عندهم ارتفاع في نسبه الكوليسترول فتيبعدوا من تناول السردين، تيبعدوا من تناول بعض الاسماك اللي هي فيها الدهنيات بشكل كبير، وهذا خطا. كيقول لك هذا الحوت هذا ما يدوم ما ناخذوش، ناخذ واحد ستيك ديال اللحم ولا ديال الدجاج يكون افضل. هذا خطا، اكبر خطا يرتكبونه هو هذا. لماذا؟ لان هذيك الاسم هذيك اللحوم الاخرى واخا هي تكون فيها يعني تتبنى ان ما فيهاش دسم، ولكن فيها دسم. والدليل على هذا انه مباشره ما تنديرها فوق المقلاه يعني تهبط واحد شويه ديال الشحوم اللي تتهبط، وبالتالي فهي دسم اللي هو مضر بالنسبه للصحه. في حين ان السمك يعني الزيوت ديالو فهي زيوت اللي هي مختلفة على الزيوت ديال اللحوم الأخرى، هي كيف ما قلنا زيوت غير مشبعة، يعني دهنيات غير مشبعة اللي هي تتساعد في
تنقص نسبه الكوليسترول في الجسم، وبالتالي فشحال ما خدينا السمك اللي فيه دهنيات كثيره شحال ما يكون افضل بالنسبه للجسم ديالنا. يعني ما نبقاوش نمشيو، لان كاين اللي تيمشي ياخذ غير السمك اللي ما فيهش دهنيات، فهذا احنا ما تنقولوش بانه القيمه ديالو خاطئه لا ولا غير جيده، لا، فتا هو كذلك القيمه ديالو بطبيعه الحال افضل من اللحوم الاخرى، ولكن الا بغينا نفضلوا ما بين انواع الاسماك فالسردين يعني مادام انه فيه كميه ديال الدهنيات اللي هي معتدله فهو تيعتبر، يعني من نشوفوا كما قلت لان الثمن ديالو تيكون منخفض ما تيكونش مرتفع بشكل كبير، وبالتالي حتى الجانب الغذائي ديالو فهو جانب غذائي اللي هو جيد جدا، وبالتالي فالاستهلاك ديالو هو استهلاك مفيد ومهم جدا بالنسبه للجسم ديالنا. كاين ربما اللي غيطرح سؤال، لان اصبحنا ان تنشوفوا يعني كاين هناك مجموعه ديال الاطباق اللي يمكننا نحضرها من السردين، ممكن كاين اللي تيطحنوا تيديروا بحال الكفته، كاين اللي تيديروا شويه، كاين اللي تيديروا في الفران، كاين اللي تيديروا طاجين، فهذه كلها انواع الطبخ اللي هي جيده ومفيده بالنسبه للجسم ديالنا، فقط ما يكونش هناك قلي في الزيت، لان القلي في الزيت هو اكبر يعني مصيبه واكبر كارثه ممكن نديروها بالنسبه للسمك. ماشي غير كنفقدوا القيمه ديال الاسماك اللي كناكلوا، ولكن كنزيدوا طين بله بالاضرار بالجسم ديالنا بالقلي. اكيد، وخصوصا يعني هنا باش المستمعين يفهموا اكثر، فالسمك إذا اتخذ غير مقلي في الزيت نظرا للدهنيات الغير المشبعة اللي فيه فهو تلعب دور وقاية من الأمراض السرطانية أخرى، في حين أنه لقلنا في الزيت يولي مسبب للسرطان، لأن القلي في الزيت هو من أسباب ديال السرطان. يعني احنا الان تيبقى لنا الاختيار كمستهلكين، يعني نشوفوا النوع ديال طريقه الاستهلاك اللي غيمكن لنا تنفعنا واللي غيمكن لنا انها تكون مفيده بالنسبه لنا. فالسمك كيف ما تقولت ان يعني اصلا احنا ما تنستهلكوش بشكل كبير، وهذه النقطه الاولى اللي خاطئه. ثانيا ان منين يكون عندنا سمك يعني نحاولوا ما امكن نديروا اي طريقه ديال الطهي بغينا كيف ما كان النوع ديالها، فقط ما يكونش هناك قلي في الزيت، لان القلي في الزيت تتوصل واحد الدرجه تتفوت 120 درجه، وبالتالي فتيكون هناك تغير في الطبيعه ديال الدهنيات ديال السمك، وبالتالي فلا نستفيد منه. دائما تنقولوا ديك الجمله المعروفه السمك زيته منه، يعني لا داعي اننا نديروا له زيوت اخرى لتتغير طبيعه الزيت ديالو وتتخلي في عوض ما اننا نستافدوا من المكونات الغذائيه ديالو اللي فيه اللي ذكرنا يوم امس واللي هي كثيره وغنعاود نرجعوا ان شاء الله، فتنوليو اننا تندخلوا الجسم ديالنا اغذيه اللي هي غادي تنخروا اغذيه اللي هي غادي تخلق له مضاعفات من بعد. وبالتالي ف يعني اولا يعني النقطة الأولى ما يبقاوش الناس يغلطوا ويقولوا هذا السمك راه سمك فيه الزيت راه ما غاديش ناخذوا، أو الزيت راه فيه الدهنيات راه ما غاديش ناكلوا لأن عندي الكوليسترول، فهذا خطأ. جميع أنواع الأسماك ممكن أن ياخذها، وخا الناس اللي عندهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول، بالعكس فالزيوت ديال السمك هي زيوت تختلف على أو الدنيا السمك هي دنيا تختلف على دنيا اللحوم الأخرى، مفيدة بالنسبة لجسم الإنسان، فواخا ناخذوا السمك اللي فيه الدهنيات أو السمك اللي قليل الدهنيات، فالدهنيات ديال السمك هي دهنيات مفيدة، وشحال ما دخلنا وإن كان استهلاك يومي يا أستاذ. وإن كان استهلاك يومي، بالعكس شحال ما كان استهلاك يومي شحال ما يكون أفضل أم جليلة. نعم، تفضل أستاذ. استهلاك يومي السمك هو تساعدنا باش أننا نقيو نفسنا من مجموعة ديال الأمراض، وتساعد باش اننا الجسم ديالنا تيكون عنده واحد المصدر مهم ديال الاملاح المعدنيه وديال الفيتامينات، لان الاملاح المعدنيه اللي تلقاو في السمك صعيب باش اننا نلقاوها في اغذيه اخرى. شكرا جزيلا استاذ نبيل، نتلاقاو غدا ان شاء الله ونواصلوا حديثنا على الاهميه ودور الاسماك في التغذيه وفي